ولنقاش ملف استمرار التضييق ضد المسلمين في فرنسا ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والباحث السياسي دكتور كمال العيفي. أهلا بكم دكتور. مرحبا بك. انطلاقا من التظاهرات الواسعة التي شهدتها باريس ومدن أخرى رفضا لقانون الانفصالية، إلى أي مدى تعكس هذه الحركات الاحتجاجية رفض القانون؟ في الحقيقة القانون هو لا يزال يشهد مخاضا عسيرا، خاصة بعد ارتطامه بمصطلحات الكراهية للإسلام والتوجه للمسلمين بقانون خاص بهم إلى غير ذلك، فشهد مناقشات كثيرة وانتقادات كثيرة لأنه يهتم بفئة دون أخرى، وهذا ما سمي بالتمييز السلبي في فرنسا تجاه المسلمين، حتى أنه بدأت بعض الإجراءات في تطبيق بعض ما سيسمى قانونا لاحقا قبل حتى إصداره، من تضييق على الجمعيات وقفل لمساجد وقفل لمدارس للجالية المسلمة دون قرارات قضائية للأسف الشديد، وإنما قرارات إدارية، وقد تكلم بها وزير الداخلية قبل أن تعرض حتى على الجهات القضائية. إلى الآن لا يزال هذا القانون الذي لم يصدر بعد يعاني كثير من المشاكل داخل المؤسسات وداخل المجتمع المدني وداخل المجتمع عموما، نعم. ولا أظنه أنه سيصدر بما يبشر به اليوم. أنا أرى مثل ما تغير اسمه من الانفصالية إلى اسم آخر قد تتغير بنوده وفصوله حتى يخفف كثيرا إن لم يتخلوا عن جزء كبير منه. ما مدى توافق هذا القانون مع مواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها فرنسا؟ في الحقيقة لا علاقة له تماما بمجال حقوق الإنسان، لأنه نحن نلحظ ثلاث أشياء مهمة. أولا أنه قانون يهم فئة من المجتمع دون فئات أخرى، والقانون القاعدة العامة له تقول أنه عام وشامل لجميع المواطنين ولا يهم فئة دون أخرى، هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية هو أنه يريد أن يفرض فرضا على مؤسسات دون الاحتكام إلى من يقومون على هذه المؤسسات ودون المشورة الكافية معهم. المسألة الثالثة، صدرت تنبيهات وتخوفات من المجتمع الدولي ممثلا أساسا في المفوضة الثانية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وحذرت من أن هذا القانون قانون يعتدي على حرية الأفراد وخاصة على حرية المسلمين في فرنسا وكذلك مؤسسات أوروبية أخرى والمجتمع المدني، وقد حذرت جميعها أن هذا يتنافى تنافيا كاملا مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. نعم، إلى أي مدى يساهم هذا القانون وما أعقبه من تصريحات رسمية من مسؤولين فرنسيين يؤدي إلى نشر الكراهية في مجتمع متنوع كالمجتمع الفرنسي الذي يستوعب كل الأطياف؟ صحيح، والمجتمع الفرنسي مجتمع متنوع جدا، يعني فيه جميع الأديان، فيه جميع الأعراق، فيه جميع اللغات، وفيه قدر من التسامح مهم جدا داخل المجتمع الفرنسي، وقانون مثل هذا قد يزيد بعض الحساسيات التي بدأت تظهر منذ مدة خاصة في المجال السياسي والإعلامي، وهذا غير محبذ في الحقيقة، لأنه سيصنف المسلمين وكأنهم فئة مارقة على القانون إن صدر قانون ضدهم يتنافى خاصة مع حقوقهم التي يجب أن يتمتعوا بها. قرابة 10 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا ويشكلون نحو 9% من مجموع السكان، إذا كان هذا العدد يمثل قوة بشرية من كفاءات تعمل وتدرس في فرنسا، لماذا لا تلتفت لهم السلطات الفرنسية ككيان؟ السلطات الفرنسية تعتبر للأسف الشديد يعني جزء من الساسة الفرنسيين يعتبرون أن الإسلام دخيل على المجتمع وليس أصيل، لذلك يعرفون أنفسهم بأن ثقافتهم هي الثقافة اليهومسيحية، يعني وكأنه قرآن، ولذلك هم أرادوا أن يغيروا قانون 1901 و1905
الذي عمل على فصل الكنيسة عن الدولة وعن السياسة، يريدون تحويره على أساس أن الإسلام طرأ بعد هذا القانون وجاء بعد هذا القانون وحصل على امتيازات تختلف عن امتيازات الديانات الأخرى، وفي الحقيقة هذا غير صحيح. لذلك هم يحاولون أن يستصدروا قرارات إدارية خارجة حتى عن المجال التشريعي من أجل الحد من انتشار الإسلام والمسلمين. المشكلة الأخرى التي تعترض التعايش الإسلامي أو تعايش المسلمين داخل فرنسا هي مشكلة توجس غير مفهوم في الحقيقة، لعلها غذته بعض الأطروحات الفلسفية والأطروحات الفكرية التي نعم. يقودها مجموعة من اليمينيين المتطرفين داخل الإعلام وداخل الحقل الفكري والثقافي والفلسفي، وهذا يحتاج من حقيقة حتى لا نعلق الشماعة على الآخرين، يحتاج منا نحن المسلمين عمل مهم جدا من أجل شرح أنفسنا ومن أجل تقديم نعم. أنفسنا ومن أجل العمل على رفع هذه الغشاوة عن الناس حتى يعرفوا من نحن حقيقة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور كمال العيفي، حدثتنا عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس.